اهلا بيكم من جديد. وصلنا لاخر فقراتنا، فقره سهم وقوس. وطبعا الزمالك بيستعد غدا لثالث مبارياته امام النصر السعودي، مباراه هامه لا غنى فيها عن الفوز. هنتكلم في كل تفاصيل المباراه ديت، التفاصيل الفنيه للمباراه واستعدادات كمان الزمالك للمباراه، مع ضيفنا العزيز محللنا الرياضي اللي دايما بينورنا في استوديو نهارك ابيض، استاذ احمد سمير. اهلا بحضرتك، اهلا وسهلا بيكي والبرنامج اللي كلنا بنستمتع بيه ونتابعه بشغف دايما. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. وعندنا مباراة مهمة جدا بكرة أمام النصر السعودي لا غنى فيها عن الفوز. لو هنتكلم أو قبل ما نتكلم عن الفنيات الخاصة بالمباراة، عايز أعرف منك تقييمك يمكن لأداء الزمالك في البطولة العربية حتى الآن. يعني لو هنتكلم بشكل مجمل وفي الظروف اللي كان خارج بيها الفريق، فالزمالك بشكل مجمل بيقدم أداء جيد في البطولة، في تدرج في المستوى. يمكن احنا دايما اللي بنقول لا ننخدع بالنتائج، يعني احنا حتى خرجنا بعد مباراه اولى ورغم فوز الزمالك بنتيجه كبيره قلنا في ايجابيات، لكن مش معنى وجود ايجابيات ان الفريق في وصل لقمه الفورمه وقمه مستواه العالي، لا، في ايجابيات لكن في بعض السلبيات. لكن كمجمل بشكل عام الفريق في تحسن، في تطور للمستوى. مباراة الشباب برغم خسارة الزمالك المباراة، لكن احنا ما شفناش محمد صبحي في المباراة، يعني ما راحتش عليه اي فرصة خطيرة غير ضربة الجزاء اللي عليها العديد والعديد والعديد من علامات الاستفهام. فعشان كده انا مش حابب الموجات الانفعالية، يعني ان انا المكسب نعظم او في الفوز وان احنا نكون وصلنا لقمة الاداء، او لو حتى كانت النتيجة مخالفة لتمنياتنا يبقى الموضوع بالعكس. لا، في الاطار العام الزمالك قدم اداء جيد في البطولة، في تطور لمستوى بعض اللاعبين، يعني حتى صحيح. مثلا كان في بعض من الاوقات كان مثلا بعض الانتقادات كانت بتطول لاعبين مثل عمر جابر، دلوقتي عمر بقت الناس بتطالب بنزوله عمر جابر كمان من قبل المشاركه في البطوله العربيه في اخر مباراتين ليه مع الزمالك قبل البطوله العربيه كان بدا ان هو يستفيق، يعني يقدم اداء جيد مع الزمالك. هو ابتديت تحصد ثمار بعض الاشياء وتوظيف جديد بيتم توظيفه، هو كان في بدايه الموسم كان بيتم توظيفه كظهير ايمن، لا ابتدى يخش في نص الملعب فيقوم بواجب مزدوجة ما بين الواجب الدفاعي والواجب الهجومي، وده ادى ثقة لوسط الملعب. شفنا حتى كان بعض الناس بتنتقد ان اسوري بيعتمد على الناحية الهجومية بصورة قوية قوي بدون اهتمام بالناحية الدفاعية، شفنا مباراة الشباب بالعكس هو بيلعب بثلاثة في نص الملعب، شفنا دونجا، شفنا السيسي ومعاهم فتوح، فابتدى يحاول يلعب على التوازن. وان كان بيبقى عندي دايما مشكلة ان انا بهاجم بشكل جيد لكن لما بفقد الكورة عندي مشكلة ان انا بقدر استرجعها تاني ازاي، شفنا ده اتطور في مباراة الشباب. فانا دايما بقول مش عايزين نتيجه المباراه تخلينا ما نشوفش بعض الايجابيات، ومش عايزين النتائج ساعات الايجابيه تنسينا بعض السلبيات. النقد الموضوعي، التقييم صحيح. الموضوعي هو اساس تقييم الفريق. طب لو هنتكلم على نقاط قوه الزمالك حاليا عفوا بعد مشاهده مباراتين للزمالك في البطوله العربيه، ايه اللي نقدر نقول عليه ده نقطه قوه للزمالك؟ يعني ما حدش ينكر ان دلوقتي مثلا احمد فتوح دوره بقى مؤثر جدا في نادي الزمالك من خلال نقل الهجمه، من خلال بدايه الهجمه الراجل عنده فيجن كويس جدا، عنده رؤيه، عنده هدوء واتزان انفعالي. في لعيب ممكن يكون اعلى مهاريه من احمد فتوح، لكن الهدوء والاتزان الانفعالي اللي بيمتاز احمد بيه فتوح بيخليه حتى في الماتش صعب وفي التحامات وفي ضغط هو هادئ جدا في التعامل مع الكوره، شايف الملعب بشكل جيد جدا، بيقدر يخرج بالكوره. بعض الانباء كانت بتشير ان احمد فتوح مش منسجم قوي في المكان وحابب اكتر المكان الاساسي، لكن دايما انا بشوف ان مصلحه الفريق ككل اهم من الرغبات الشخصيه للاعيب، ان هو بيشوف راحته اكتر في المركز ده. فاحنا بنفتقد شويه اللعيب في وسط الملعب اللي يقدر ينقل الهجمه، اللي يقدر يطلع بالكوره، اللي عنده فيجن كويسه. ففتوح يعني انت شايف انه فتوح يلعب زي ما لعب في المباراه الاخيره امام الشباب في نص الملعب، ما يلعبش باك شمال؟ طيب زي احنا دايما كده انا بقول نفترض الرؤيه كم، انا لو لعبت فتوح الجبهه الشمال هدي قوه لجبهه اليسرى، لكن هطلع بالكوره ازاي؟ ما احنا دايما المشكله ان احنا بنبص لاي زاويه من ناحيه واحده بس، لا انا لازم ابقى كشف. لا انا كتير في المباراه عانينا نقول ما فيش حد بيقدر يخرج بالكوره بشكل كويس، ما حدش بيقدر يطلع الكوره بشكل قدام بشكل كويس. فانا رغم قوة أحمد فتوح في الجانب الأيسر، لكن احتياجي كفريق إن حد يقدر يمارس تدرج بالكرة بين الخطوط يقول لا، إن احتياجي لأحمد فتوح في المكان ده هيكون أقوى. أنا كنت شايف المباراة اللي فاتت إحنا افتقدنا جدا نضاي، يعني أنا كنت شايفها مباراة نضاي لعيب بيجيد السرعات والتحولات الهجومية، في طبعا بعض علامات الاستفهام على حتة تضيع بعض الفرص والكلام ده. هيكون متواجد نضاي كده كده في المباراة بتاعت بكرة، يعني وأتوقع إنه ممكن يكون له تأثير.
يعني نظايف مباراه. يعني النصر السعودي متوقع ان يكون مندفع، هيبقى فيه مساحات في ظهره، خط ظهره بيلعب بدفاع متقدم، فما اللعيبه اصحاب السرعات زي زيزو زي الجزيري زي نضاي، اعتقد ان اللعيبه دي اللي ممكن تعمل شكل ليه كويس جدا، لان اعتقد المباراه دي هيديرها اسوري وبذكاء، ان انا ادافع تحت خط الكوره وخطوطي متقاربه. دايما كده لما يكون الفوارق الفرديه للمنافس خليك اذكى بتقارب خطوطك وتلعب في الدافع في مساحات ضيقه وتهاجم في مساحات كبيره. يعني في قاعده كده في كره القدم يقول لك ايه، اصعب حاجه ان انت تهاجم في مساحات ضيقه وتدافع في مساحات كبيره، والعكس بالعكس. فاوسوريو هيعمل، متوقع انه يعمل العكس، ان انا هدافع في مساحات ضيقه، المساحات الضيقه دي بتخلي لعيبه متقاربه بيحموا ظهر بعض زي ما بنتكلم كده بلغه الكوره، وفي نفس الوقت بهاجم في مساحات واسعه، ان انا اقدر اول لما اقطع الكوره احط لزيزو في المساحه، احط للجزيري في المساحه، نضاي او شيكابالا اقدر احط لهم في المساحه، فهم يقدروا يشكلوا خطوره. ولكن بيبقى بعض الوقت شايفين، كنا ملاحظ في مباراه الشباب ساعات بيبقى في بعض البطء، يعني دايما ببقى محتاج في المباراه دي رتم اسرع، مجرد ما قطعت الكره احط الكره في مساحه بس كمان احطها بدقه جيده، لان انا مثلا بدل ما احط الراجل مثلا هو بين السنتر باك والباك عشان يروح هو الجون، لا احطها له بره على الخط فيجري ويروضها ويستنى حد يعمل له الكروس، لا. فالتدريب على شكل التحول اللي تعمله مهم جدا. صحيح. ورسم سيناريو المباراه ليه؟ لا ده انا مقطع الكره من ناحيه اليمين هعمل قطريه هنا فانت تقطع عليها بالشكل ده، والتدريب على الكلام ده بشكل كويس، لان في بعض الناس فاكره لما انت بتلعب مثلا على التحولات الهجوميه او باللغه الدارجه على المرتدات ان لا هنقفل وطلع واحده، لا هو ليه شكل معين وشكل الكره بيطلع ازاي واللعيب هيقطع ازاي في المساحه دي التدريب عليه، لان ده شفناه في ماتش الشباب السعودي. لان الشباب كان متقدم فكنا بنلعب على الكور طوليه من ظهرنا، حتى بعض الناس انتقدوا ده، لا انا كنت شايف ان ده صح، لكن الكور ما تعملش كور طولات عموديه بتبقى اسهل لحارس المرمى ان يطلع ياخدها، لكن لما بتتعمل بشكل قطري حارس المرمى بيخاف يطلع يجيبها، وبتبقى اسهل للراجل عندك الجناح انه يقطع عليها في ظهر الناس. فالتعامل حتى في الكوره الطوليه ومدى مكسها في الهواء بيديك فرصه حتى ما تقعش في الاوفسايد، لان الكره اللي انت لو رحت من بدري هتقع في الاوفسايد. فكل ده انا شايف ان التدريب عليه، والجيم لو الزمالك لعبه بشكل جيد جدا النتيجه دايما لا يعلمها الا الله، لكن أكيد. هتقدم جيم محترم، هتقدم مستوى يليق بنادي الزمالك اللي مهما تغيرت الظروف وتغيرت المقاييس في الوطن العربي وافريقيا يظل احد اهم واكبر القلاع في افريقيا والوطن العربي. طيب بمناسبه كلامك ده، يمكن ان بتشوف طبعا يمكن شويه سخريه شويه تهكمات على مباراه الغد ما بين الزمالك وما بين النصر السعودي، ويمكن رديت على الكلام دوت في بدايه الحلقه، شايف ردك ايه على يمكن او مش عايزين نرد على الناس دي، لا احنا عايزين نقول للعيبه، ندعم اللعيبه، نحفز اللعيبه ونطمن الناس على الزمالك بكره. طيب حضرتك وضحت نقطه مهمه جدا في بدايه الحلقه بخصوص هذا الموضوع، ودايما بقول ان في خيط رفيع جدا بين ان الشعب المصري يمتاز بخفه الدم ودايما السخريه من المواقف، وما بين الجديه في التعامل مع الامور. انا ما عنديش مشكله ان بعض الناس يبقى تعليقاتها كده، لكن انا كجو فريق لعيبه وجهاز فني اكون فاصل نفسي تماما عن الكلام ده، عارف اهميه المباراه اللي انا داخل عليها. عارف حضرتك قلتي امثله كويسه جدا، موضوع المغرب، موضوع اليونان، وازاي ان هم صعدوا الادوار التمهيديه رغم ان ما يمتلكوش كتيبه النجوم في سواء المغرب في كاس العالم او اليونان لما احرزوا بطوله اوروبا. انا بقول باريس سان جيرمان هي كانت مليئه بالنجوم رغم ذلك لم تحقق دوري ابطال اوروبا. صحيح. ليتم ترسيخ ان الجماعيه في كره القدم هي الاساس يعضدها الجانب الفردي والفوارق الفرديه وليس العكس. صحيح. فمهما كانت القدرات الفرديه هي تكون في منظومه اللعب الجماعي، فلو انت امتلكت منظومه اللعب الجماعي الجيد هيكون ليك حظ كبير جدا في المباراه وهيكون ليك شكل جيد جدا. وخدي بالك ان المباراه دي مع الوقت والفريق اللي بيمتلك نجوم كبيره كل ما بيمر الوقت وهو ما احرزش اهداف هو اللي بيهتز وانت بتكتسب ثقه اكبر. زائد ان انا ببقى عارف جدا قيمه ان فرقه زي النصر بتهاجمني وفي في ظهرها مساحات وعندي لعيبه بتجيد جدا التعامل مع المساحات، يعني زيزو راس ماله اديله المساحه، يعني هو كتير كان بيبقى مشكلته انه ما عندوش المساحات اللازمه، فانت هتديك الجو المثالي للاعبين زي الجزيري وزيزو ان يلعبوا في ظهر المنافسين، لكن المهم الحسم في اوقات مهمه. مباراه الشباب السعودي احنا قعدنا حوالي 10 دقائق ضاغطين بقوه، ضيعنا فرصه واثنين في وقت كده مهم كده بلغه الكوره يجي يقول لك ايه، هو دلوقتي اجيب جون دلوقتي، لازم تجيبه دلوقتي. فمهم جدا الحسم في اوقات ثانيه، ما نجرش، لان ساعات بيبقى اللاعب المصري عنده عيب كده ان ساعات بينسى نفسه مع اللعب الحلو. يعني انا لقيت نفسي دخلت الجيم وبروح واحده والثانيه، فلا
في وقت لو ما جبتش دلوقتي الجيم ممكن يتقلب عليك. فانا ازاي شايف ممكن نستغل انصاف الفرص؟ يمكن شفنا في المباراه الاخيره الحظ طبعا ما كانش افضل حاجه معانا، العارضه وزيزو كالعاده. ازاي نقدر نستغل انصاف الفرص عشان زي ما انت قلت بيبقى في وقت لو انت ما لحقتش تجيب الهدف دلوقتي انت بشكل كبير خلاص كده. يعني انا بشوف ان دايما من اسهل الحلول اللي بتبتدي تشتغل عليها الضربات الثابته. واحنا لو راجعنا ماتش الشباب السعودي احنا في خلال 10 دقائق حصلنا حوالي 4 أو 5 ضربات ركنيه. فانا استغلال العمل على التدريب على الضربات الثابته واستغلالها بشكل جيد جدا، والعرضيه تحط فين والجمله اللي هتشتغل عليه بشكل جيد جدا، خصوصا ان مثلا في حسام عبد المجيد حسم لنا اكتر من مباراه قبل كده بضربات ثابته وغيره من اللاعبين. فاستغلال الضربات الثابته في المباراه دي هام جدا. عمل فولو على حارس المرمى والمتابعه من وراه، لان متوقع جدا المساحات اللي هتظهر في ظهر خط النصر السعودي ان انا لا بالعكس ممكن انطلق بالكوره اعمل تسديد فالكوره ترد، فلازم يبقى زمايلي عاملين الفولو ورا الجون بشكل جيد جدا. اهم من كل ده حته الثبات الانفعالي، يعني انا ممكن في بعض الوقت المباراه اضغط ويحصل عندي مشكله وصبح يشيل كوره او كوره في العرض ده اكون هادي ما اهتزش. دايما اقول اللعيب الكبير هو اللي بينام في المباراه دي مش اهميته بس وقدرته الفنيه، ثباته الانفعالي والذهني. بالتأكيد. هو عادي لان ده وارد جدا ممكن يتم في اول مباراه مثلا ضغط تيجي فرصه تانية بس انا هادي اقدر اخد الجيم من تاني وانا بستحوذ ما اروحش مطلع واحده كده زي ما بيقولوا، لا هادي انقل الكوره واتحرك. واللعيبه الكبيره دورها مهم قوي في ارساء الثقه دي لدى باقي اللعيبه، يعني لعيبه زي فتوح، لعيبه زي زيزو، زي شيكابالا وغيرهم من اللاعبين اصحاب الخبرات واصحاب الهدوء والاتزان الانفعالي ليهم دور مهم جدا في هذه المباراه، مش بس في حسم المباراه او احراز الفوز او احراز اهداف، لا بل تهدئه زمايلهم والتحكم في رتم المباراه. ده بيبقى صحيح نوع من انواع بيبقى ليهم دور كبير جدا فعلا، اللاعبين الكبار بيبقى ليهم مسؤوليه كبيره جدا. طيب لو هنتكلم على الجهاز الفني، على مستر اسوريو، على خطه اللعب، شايف ازاي مستر اسوريو يتغلب على النصر بكل نجومه وازاي يقدر يعني يدعم دفاع الزمالك او يقوي دفاع الزمالك ان هو يتغلب طبعا على خط النص الناري يمكن في اعتقد زي ما احنا قلنا نصر. ان حضرتك قلتي ان هم يعني بيمتلكوا كتيبه من النجوم، ولكن زي ما بيقولوا ايه قد يكون الاذكى هو الافضل في مواجهه الاقوى. فاحنا محتاجين المباراه دي نلعبها بالذكاء اكتر ما الاعتماد على القدرات الفرديه للاعبين. فتقارب الخطوط اعتقد ان هيلعب برضك بثلاثه في نص الملعب، ولكن عمر جابر قد يبدا المباراه. انا شايف الواجبات المركبه اللي بيقوم بها عمر من ما بين مسانده الجبهه اليمنى والاختراق من الممر الداخلي الايمن والارتداد الدفاعي، فبيعمل الواجبات المركبه، فاعتقد هيكون ليه دور في المباراه دي. طبعا فتوح مفتاح لعب جيد جدا، و دونجا والسيسي اعتقد ان واحد فيهم هيشارك وواحد هيجلس على الدكه. فثلاث لاعبين في وسط الملعب بيعملوا ادوار مزدوجه ما بين الدفاع والهجوم. المهم جدا تقارب الخطوط، ان دايما خط الوسط بالبلدي كده يقول لك لامم على خط الظهر، فطول ما الدفاع متقارب الخطوط كل ما بتدي ثقه، حتى لو لعيب غلط غلطه او تم مراوغته زميله بيعمل كفرنج عليه ده بيدي ثقه، اللعيبه بتبقى خطوطه قريبه بتخلي الفريق المنافس يندفع بصوره اقوى، فالدفاع عنده بيكون في مساحات بصوره اكبر تقدر تروح بتحول او مرتده او الثانيه، بتخليه بتعمل له هو جرس انذار ان ممكن هيتعمل له مشاكل فبتخليه يهدى شويه ويرجع تاني. فتقارب الخطوط الدفاع تحت خط الكوره ده مهم جدا، والاعتماد على التحولات بشكل جيد جدا. لكن من المهم ان انا عارف المباراه 90 دقيقه اوزع مجهودي طوال ال 90 دقيقه. مهم جدا اتعامل المباراه بذكاء وعارف ان معايا اوراق اقدر استغلها ازاي الشكل المناسب، واعمل سيناريوهات للمباراه، لو دخل فيها جون هعمل ايه، لو جبت جون هعمل ايه. لازم تبقى محضر سيناريوهات جيده للمباراه من قبل المباراه. لعيبتك لازم تكون عندها من الوعي ان حتى لو لا قدر الله دخل فيك هدف لسه المباراه بدري عليها، ما افتحش واقع في الجيم من بدري. لو انا احرزت هدف ما استسهلش المباراه قوي او اندفع للهجوم قوي، لازم المباراه دي تدار بذكاء اكتر ما تترك لصراع اللاعبين في الملعب. هي عايزة عقول المدربين أكتر من صراع اللاعبين في الملعب. صحيح. طيب دلوقتي لو هنتكلم على نقاط ضعف فريق النصر، يمكن بعكس قوة خط الهجوم عندهم لا الدفاع عندهم مش أقوى حاجة، فإزاي مستر أسوري يستغل نقطة ضعف النصر في الدفاع؟ سرعة لعب الكورة من وراء خط الظهر. يعني أنا عايز أقول دايما في كتير أو إحنا في مصطلح كده بيقوله المدربين يقولك أنت هتشعلق الكرة على لعيب، وفي مصطلح تاني يقول لك لا انت هتلعب من ظهر دفاع المنافس. انا شايف ان احنا من مصلحه الزمالك انه دايما يلعب من ظهر الدفاع. لا ليه؟ لان اي مواجهه بين اي مهاجم واي مدافع المهاجم بيروح بايه؟ بوشه والمدافع بظهره، فدايما الاسبقيه للفعل افضل من رد الفعل.
فانا ما احطش اللاعبين وهو في موضع التحام واحط له ان الراجل مثلا يطلع في الهواء ويلتحم معاه السنتر باك او الظهير او الكلام ده، لا دايما احط في ظهر الدفاع، يعني دايما تدعوا له الكره الطوليه في ظهر الدفاع، ويفضل انها تكون قطريه عشان اقدر اقطع عليها بشكل كويس جدا. شايف ان التكنيك ده لو اتلعب بشكل جيد جدا هيدي افضليه للزمالك على دفاع النصر، خصوصا ان انت النادي النصر زي ما قلت لحضرتك بيلعب بدفاع متقدم، ففي مساحات كبيره جدا في ظهره فتقدر تنطلق بيها وتقدر تشكل خطوره جدا. المهم ان النصر السعودي بيحاول دايما يستغل الضغط العكسي، ان اول لما بيتقطع منه الكوره بيحاول يخلصها بسرعه، فسرعه خروج الكوره بشكل جيد ودقيق وفي المساحه المظبوطه. يعني انا دايما بقول ايه، كان زمان نسمع ان يقول لك اللاعب بيعمل الكروس على دماغ اللاعب، لا انا ضد الفكره دي. دلوقتي يقول لك ايه، حط الكره في المساحه واللاعب يقطع عليها. فتمرين اللاعبين وتدريبهم على ان الكره في اوقات معينه في مناطق معينه هتتحط في المساحه دي واللاعب اللي هيقطع عليها، ويتعمل ده بشكل منظم ودقيق، هيخلي شكل النادي الزمالك قوي جدا وخطير. فقد اترك الاستحواذ لبعض الوقت، لكن بالتاكيد ساكون الاخطر لو استغلت الموضوع بالشكل ده. طيب خليني اسالك كده، برايك بشكل عام في فرق البطوله، ايه اكتر فرق لغايه دلوقتي شايف ان هي عجبتك في مشاركه في البطوله؟ يعني نقول ان البطوله العربيه اولا هي بطوله تضم نخبه من الفرق. طبعا الفرق السعوديه في شغف كده في متابعه الفرق السعوديه والنجوم السعوديين والنجوم اللي تم احضارهم للدوري السعودي ده اكيد، لكن دايما زي ما احنا وضحنا ودايما بنوضح ان الكوره لا تقاس بمدى نجوميه لاعبي الفرق. بالتأكيد. في فرق يعني احنا مثلا فرقه زي الوداد بتلعب بشكل خططي وشكل تكتيكي وخططها قريبه من بعض، لكن دايما بقول ان الدور التمهيدي ما بيمثلش كتير، لان في فرق كده زي ما بيقولوا بالبلدي بتتسحب، تلاقي في اول بطوله ما ظهرتش بالشكل الامثل، ومع توالي الادوار والمباريات البطوله بتوصل لاعلى مستوياتها. تصاعديا الاداء بيعلى، صح. فالانطباعات الاولى قد تكون ليست الاكثر دقه، ولكن بشكل عام انا شايف المباراه تتسم بالقوه، شايف ان الفروق مش كبيره، يعني ما نقدرش نقول ان في فرق فرق عن فرق، يعني يمكن بس مجموعه الزمالك مثلا المنستيري بعيد بعض الشيء، لكن هتلاقي المستويات دايما في بقيه المجموعات متقاربه، قليل لما تلاقي فرق بعيده عن المتناول. وهو ده اللي بنقول ان في الكوره ما بقتش الفروق زي زمان قوي، يعني عشان كده بقول ان الفرق ساعات كتير ان ممكن بتميز بقدرات فرديه، فتلاقي الفرقه الثانيه جماعيه اكتر، ده جماعي اكتر بيبقى اقل فرديات، لكن ما فيش الفريق المتكامل، يعني ما اقدرش اقول الفريق كذا ده المرشح الاول للقب، لا، لان هي زي ما بنقول لا تقاس بالفرديه قوي، وما فيش فريق وصل للجمع ما بين الفروق الفرديه العاليه والجماعيه في الاداء. يعني احنا مثلا كنا بنشوف مانشستر سيتي بيجمع بين الاثنين، انت بتستمتعي بالفوارق الفرديه للاعبين والجماعيه في الاداء. صحيح. لا ما اقدرش اقول ان احنا شفنا فرقه في البطوله بتتميز بهذا الكم، لكن هيفضل الصراع ودور ورا دور هيبان الملامح اكتر والجديه اكتر في الملامح. اتمنى ان يكون لنا نصيب في مباراه النصر وبعض التوفيق اللي بيحالفناش كتير في بعض المباريات اللي حالفنا في المباراه دي. لسه بقول لهم الحظ بيشوف الزمالك فين ويمشي الناحيه الثانيه، يمكن يكون متحوش لنا في مباراه النصر يعني عشان يعوض. اشك في موضوع الحظ ده، بس بجهد اللعيبه ولو عندهم روح وعزيمه واصرار واجتهدوا في الملعب ان شاء الله يقدروا ان هم اهم حاجه. يعني حضرتك لو تفتكر مباراه النجم الساحلي اللي الزمالك خرج بيها من اكتر من سنه رغم خساره الزمالك، لكن لعب اللاعبين مباراه برجوله وباداء عالي وباداء منظم خلى الجماهير كلها تسقف لله. ده حقيقي. يعني دايما احنا بنقول ابذل الجهد ادي بشكل جيد جدا، التوفيق سيبه لربنا، لكن احنا دايما كجمهور نادي الزمالك بنبقى مبسوطين اما تكون انت اديت بمستوى عالي واديت بمستوى المباراه بغض النظر عن نتيجه المباراه. وده برضك انا شايف ان هيشيل ضغط كبير من اللعيبه، يعني انت مش نازل رقم واحد ان لازم اكسب النصر، لا انا هقدم مباراه جيده، هقدم مباراه عاليه، هحاول اسعى للفوز، لكن انا مش مجبر ومحطوط عليا الضغط ان لازم اكسب ولازم. وده لعلمك ساعات بيبقى لود على الفريق المنافس، يعني انا شايف ان ده ممكن يبقى لود على فريق النصر ان هو مطالب بالفوز ومطالب بكذا وساديو ماني ممكن يشارك كمان لاسباب تسويقيه اكتر منها فنيه. أكيد. يعني انا شايف ان هو مش جاهز فنيا انه يشارك مع الفريق، لكن ممكن يشارك لاسباب تسويقيه. كل ده بيديك انت الدافعيه اكبر ان انت تبقى مركز بس في الملعب بعيدا عن كل الاجواء ده، وكتير جدا بيكون التركيز في الملعب اقوى بكتير من التركيز مع الاجواء الصاخبه. ده حقيقي. طيب لو هسالك عن الفرق اللي انت متوقع ان هي تصعد او تكون في المربع الذهبي، يعني انا برضك دلوقتي ما اقدرش احسم ده، لكن يعني في فرق توقعاتك، انا عارف ان انت قلت لي ان لسه الرؤيه بالنسبه لك ما اكتملتش. في فرق قريبه يعني ودت انطباعات جيده، لكن برضك انا النظره الاولانيه والاخيره اللي هقولها ان مباراه الجوله الاخيره قد تشهد حصم من بعض المجموعات، وفي بعض المجموعات يعني كان باين البوادر من بدري شويه. وانا عايز اقول برضك ان البطوله العربيه يعني اتمنى بشكل شخصي يعني ان يكون ليها جدول منتظم، بمعنى
احنا بنشوف مثلا ممكن تقام في سنه، ممكن بعد كده نقعد سنتين ثلاثه ما تقامش، فاتمنى ان يكون ليها شكل منتظم، لان انا شايف ان تفاعل الجمهور معاها بقى عالي. يعني انا عايز اقول على عكس مثلا زمان ما كانش بيبقى بنفس اهتمام البطولات الافريقيه، شايف ان البطوله العربيه دلوقتي بقى ليها اهتمام اعلامي وجماهيري كبير، غير ان جوائزها الماديه مغريه للانديه ان تخش البطوله دي بكامل قوتها، التدعيمات، انت نفسك بقى عندك فضول تلاعب الفريق الفلاني اللي بيضم النجوم فلان وفلان وفلان، فبقى ليها اسباب تسويقيه كتير جدا. فانا شايف انها دلوقتي بطوله تخليك انت مركز ان انا داخل الموسم الجديد عامل حساب ان انا يمكن كانت طول عمر يمكن فرق شمال افريقيا بتكون فرق قويه، لكن ما كناش متعودين على الشكل دوت يمكن من الفرق العربيه، الكفه اتغيرت شويه والموازين الماليه، فبقت المنافسه والبطوله بقى ليها ثقل. يعني لما يبقى فرق قويه من شمال افريقيا انت متعود ان هي فرق بتكون فرق قويه في كره القدم، وتشوف كمان دلوقتي بقى الفرق السعوديه بقى فيها نجوم عالميين، وبعدين مداعبه الشغف الحلم الجمهوري العادي، طب مين هيمسك كريستيانو؟ مين هيمسك؟ يعني عايز اقول لك السؤال ده، ناس يعني كنا النهارده بتكلم مع رئيس تحرير البرنامج جاليليو، كان بيقول على اللقطه التاريخيه اللي هتحصل بكره بقى، وانت بتشوف ايه؟ بتشوف شيكابالا وكريستيانو رونالدو في بدايه المباراه، دي لقطه يعني دي لقطه كل مستنيها، بغض النظر عن نتيجه المباراه واحداثها والكلام ده، في لقطات كده بيبقى الجمهور منتظر مواجهات معينه ومنتظر ثنائيات معينه، ومين اما يواجه مين، ومين اما يكون في الملعب ايه، وردود فعل ايه، فدي بتدي ناحيه تسويقيه قويه للبطوله بغض النظر عن المستوى الفني، وده طبعا بيدي ثقل للبطوله لا شك فيه. فاعتقد ان البطوله العربيه هيكون ليها شكل قوي جدا، اعتقد ان بغض النظر كمان عن البطوله العربيه انا شايف ان ده اعداد قوي جدا لنادي الزمالك في بدايه الموسم، ان انت بتخش في بطوله بالثقل ده وظاهر بمستوى جيد، رغم ان انت لسه ما دخلتش سوق الانتقالات، ما حلتش المعضلات دي، ولكن بدايتك دي بتقول لا ده انا كبدايه كستارت انا بادئ كويس برغم الظروف. صح. ودايما بقول كده، يعني احنا شفنا فيريرا مع الزمالك مع وقف القيد وقدر ياخد بطولتين وقدر يظهر بشكل جيد جدا. شاف كمان مهم ان في يعني مثلا الناس كلها كانت فرحانه بايشو، وبعض الناس شايفينه انه ايمن حفني جديد، فالاهتمام بالناشئين وخصوصا فرقه ال 20 سنه ده بيبقى مهم جدا. يعني انا عن نفسي مثلا مطور اداء في نادي النصر الادويه، دايما حتى كابتن كريش يقول لي عايزين نهتم بفرقه ال 20، هي هتبقى عنوان الفريق الاول، انتقاء العناصر الافضل منها، بنتمنى بعد كده نشوف حمدي علاء وايشو وبيسو والنجوم اللي هتقدر مع الوقت تكون عماد للفريق الاول. اتمنى نشوف يعني كل الشباب يكونوا متالقين ويكونوا نجوم لنادي الزمالك في المستقبل ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا، دايما بتنورني ودايما بستمتع بالحوار معك. بشكرك شكرا جزيلا. مصر كلها بتستمتع بالبرنامج، ربنا يخليك. ميرسي لحضرتك جدا، وبشكركم طبعا مشاهدينا الاعزاء، دي كانت حلقتنا النهارده، ان شاء الله هنكون متابعين بكره معاكم في نهارك ابيض برضو اخر الاستعدادات والتطورات لمباراه النصر السعودي اللي بنتمنى للزمالك فيها بالتأكيد الفوز والمكسب. نشوفكم إن شاء الله بكرة في حلقة جديدة، ودايما نهاركم أبيض بخطين حمر.